أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى رحلة جديدة من مترو. هو طب قديم يعود إلى آلاف السنين، تم استحداثه اليوم ليشمل مجموعة من الممارسات العلاجية الطبيعية، ليست بديلة إنما مكملة للطب التقليدي، الطب التكميلي أو ما كان يعرف بالطب البديل، عنوان رحلتنا اليوم. فإلى متى تعود جذوره وما هي أسسه؟ وهل يعتمد فقط على تجارب تاريخية وثقافية موروثة أظهرت نتائج عملية لحالات مرضية مستعصية، أم له براهين علمية ومعرفية مثبتة؟ كيف يمكننا الاستفادة منه اليوم؟ وهل كان وما زال موجودا في حياتنا كعرب؟ نحاول في هذه الحلقة نجيب على كل هذه التساؤلات، كما نستمع بشغف إلى بعض نصائح هذا الطب على المستويين الجسدي والنفسي. فأهلا بكم. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا استضافة الأخصائية في الطب البديل والتكميلي السيدة وفاء زيات خشيش. أهلا بك معنا سيدة وفاء. وأيضا من سوريا الخبير في الطب البديل السيد خالد أبو عسلي. أهلا بك معنا أستاذ خالد. وأبدأ معك سيدة وفاء، يعني في كل المراجع وكل الأبحاث الطب البديل أو التكميلي أو المكمل هو أي علاج خارج إطار الطب التقليدي. بداية، ما هو الطب التقليدي وبالتالي ما هو الطب البديل؟ أهلا فيك. الطب التقليدي عادة أو الطب اللي ما يعرف الآن بالطب الغربي والطب الأرثوذكسي هو الطب الذي يمارس الآن عبر من مئات السنين لحد هلأ. هو طب يعتمد على الدراسات والكفاءات والتجارب والخبرات العملية والعلمية، وهو موثق بشكل جيد عبر الجامعات بكل أنحاء العالم. الطب البديل يعني في المستشفيات، في المستشفيات والعيادات طبعا. الطب البديل لا، طب يعتمد على أنه الإنسان يستغني عن الطب العادي ويتوجه إلى الطب البديل. هون بيصير في إشكالية بالموضوع، لأنه لا استغناء عن الطب التقليدي أو الطب الغربي. الطب التكميلي هو طب يكمل ما بدأه الطب العادي، بحيث أنه المريض عليه أن يتوجه إلى الطب العام بشكل عام ليحصل يعني على الفحوصات الطبيعية، ليحصل على التشخيص المناسب والصحيح، ويعتمد اعتمادا كليا على المختبرات العلمية الحديثة لإمكانية التشخيص الصحيح، وبناء عليه يتوجه للطب التكميلي ليكمل بالغذاء وبالأشياء الثانية اللي هي طبيعية، موروثات طبيعية، جنبا إلى جنب مع الطب العادي، لأن الطب التكميلي لوحده لا يكفي لحتى الإنسان يتعالج فيه. إذن أستاذ خالد، يعني هو ليس بديل، هو مكمل، لهذا تم تغيير المصطلح مؤخرا. هلا أنا مع الأخت وفاء بهذا التقييم. أكيد نحن هذا حصيلة سنين وتعب وحصيلة تجارب طويلة وصلتنا لهذا الطب الحديث. أكيد أنا مع بكل هاي الحكي، ولكن في بعض الأحيان إذا فينا نستعيض عن التداوي بالكيماويات أو حتى الأعمال الجراحية بالطب البديل، فهو من وجهة نظري آمن أكثر من الكيماويات أو حتى العمليات الجراحية إذا فينا نستعيض. ولكن الشيء المريح للطب البديل بهاي الأيام فعلا أنه اكتشاف المرض، تحديده، التحاليل، التصوير، كل هاي الأجهزة أو هاي الحداثة اللي انوجدت موجودة بين إيدينا، هو سهل للطب البديل كثير من الأمور. التشخيص يعني التشخيص يجب أن يكون للطب التقليدي أو الطب الحديث، ومن ثم أكيد. لكن يعني الإشكالية، عفواً أستاذ خالد، الإشكالية حول المسمى، يعني الدكاترة يمكن رفضوه أنه هو ليس بديل، هو مكمل. أنتم كيف تنظروا للموضوع؟ يعني أنتم بتعملوا بهذا المجال؟ أنا من وجهة نظري هو اسمه طب، وأول من وجد الطب على الأرض هو هذا الطب. هلا ما فينا نرفضه بشكل قطعي، لانه هذا الحكي غير مقبول لسبب كثير مهم، انه كان اسمه قديما الطب، هلا صار اسمه الطب التكميلي او الطب البديل.
ما فينا نرفضه، مثل ما فينا نرفض الطب التقليدي او الطب الحديث، كمان ما فينا ننفي الانجازات اللي حصلت قبل على ضعف الامكانيات. كانت في انجازات ضخمه جدا يعني، فلذلك هلا الطب التكميلي اوكي، ولكن هو بكثير من الاحيان له انجازات قويه جدا. والحقيقه ما بدي احكي عن شو الامور اللي عالجتها من طريق المستخلصات. لا نحن بدنا نستمع بدنا نستمع اكيد للامور اللي عالجتها. فكان فعلا هو فعلا انا بوافق 100%، هو كان التشخيص اكثر شيء، كان موضوع التشخيصي هو عن طريق التحاليل والصور وغيره. مثلا مثل موضوع الغده، في إلى عدة أوجه الغدة، أو بالتحاليل بتوضح معنا أنه في غدة درقية وفي عنا عقد. هلا مشاكل الغدة كلياتنا بنعرفها، لطالما الشيء المنظم داخل هذا الجسم غير متوازن فما في شيء متوازن. اللي بيصير أنه إذا كان المنظم ما في توازن وما في عمل جيد فما في شيء بالجسم جيد، فترجمته او خربطت الهرمون بالمواضيع الغدد ترجمته امراض. فهلا بالعقاقير الكيماويه، ما الحقيقه انا من ضمن كل المرضى اللي شفتهم او عالجتهم او ما كان العقاقير او الكيماويه ما كان لها تاثير زايد. فاذا بالاعشاب او بالزيوت المستخلصه من اعشاب وفواكه كان في نتائج واضحه جدا بإنهاء هاي الحالة أو بإرجاع الغدة لوضع الطبيعي نوعا ما. ومعروف يعني حتى هلأ بالغرب بألمانيا أو بأوروبا رجعوا هلأ يدخلوا من الكيماويات، رجعوا عاد على المحميات الطبيعية الطبية والزيوت المستخلصة من النباتات. فإذا هلأ نحن فينا نتشارك نحن والطب التقليدي، وفينا نتساعد وفينا نحط ايدنا بايد بعض ونتفق على انه اذا فينا نعالج عن طريق هاي المستحضرات الطبيعيه اضرارها بتضل اخف بكثير. طب. بكثير من نعم. اضرار نعم. العقاقير الكيماويه. نعم. سيد وفاء، يعني من يستمع لهذا الحديث يشعر كانه هناك فرق بين الطب البديل والطب التكميلي، يعني احيانا يكون بديل احيانا يكون تكميلي للطب الحديث، انت كيف بتشرحي الفرق بيناتهم؟ لا بالحقيقه ما في فرق. ما في فرق ابدا. ما في فرق، لانه الطب البديل مثل ما كنا عم نحكي انه الناس فهمته غلط، قالت رح نستغني عن الطب العادي، وهو لا، هو طب تكميلي، طب بديل تستغني عن العقاقير بالادويه الكيميائيه وبتفوتي بالاشياء الطبيعيه اللي هي عاده نحن وما ناكل. نحن بدانا بيبدا هالجسم بالغذاء، بياكل الاشياء الصح بيصير عنده بنيه صح، بياكل الاشياء الغلط بيصير عنده بنيه غلط، وبالتالي من هون بتنشا الامراض. هلا سبب المرض هو ما ادخلناه الى جوفنا، علاج المرض بانه كمان نعالجه كيف ماذا ندخل الى جوفنا لبطوننا. يعني هناك شقين، ممارسات حياتيه وممارسات علاجيه. صحيح 100%. طيب رح نحكي اكثر، ولكن قبل ذلك مشاهدينا نشاهد التقرير الاول في هذه الرحله وهو من لبنان، مشاهد. أهم شيء بجسم الإنسان جهاز المناعة، وبالتالي إذا نحن بنعرف شو الأكل عم بضر جهاز المناعة منشيله، ومن وراء بنعمل نظام غذائي بالمأكولات اللي لازم يأكلها حسب وزنه وطوله وعمره ونسبة الدهون اللي فيه ونسبة البروتين العضل ونسبة العظم والمي وقد بيحرق. نحن هون بالكلينيك قد ما فينا نتكل انه نعطي اكل هو يكون يستفيد منه المريض حسب اذا عنده علاج معين، اذا بالنسبه للسكري، كوليسترول، كانسر ببعض الاوقات. المتممات الغذائيه والاعشاب بعض الاحيان اخطر من الدواء، هي السيف ذو حدين. كمان مش حيوى عشبة فينا ناخذها إذا كانت ملوثة، فيها رصاص، فيها كادميوم، فيها ألومنيوم،
بناخذها بصير تضرب الكبد والكلاوي. فنحن اللي بنرتكز عليه بالكلينيك انه نركز على كل شيء اكل طبيعي منه مصنع، ونبعد قد ما فينا عن الاشياء المصنعه والكيميكلز من الادويه للاكل المصنع اتسترا. نحن بالشرق الاوسط منسميه الطب مكمل وليس طب بديل، لأنه لا غنى عن الطبيب. هو بيفحص مبدئياً، الطبيب العادي بيفحص المريض وبيشخص، نحن منساعده بالتشخيص ومنساعده باختيار نوعية الأكل والمواد الطبيعية اللي بتساعد حالة معينة. يعني حاعطي مثل كتير بسيط، يعني تنقول بيجي شخص عنده الشرايين ضيقه كتير للاطراف، هيدي حاله من الا ما يسمى تعب بالغدد القذريه، الغدد الفوق الكلاوي بتتعب ما بتقدر تفرز ادرينالين مزبوط مثلا، هيدا على سبيل المثال. بالطب العادي الكلاسيكي ما بيعترف بهالحاله، بيقول لك انت تعبانه نفسيا، خدي حبه مثلا دواء اعصاب ولا حبه شيء رخي حالك. بالحقيقة لا، هي لأنه بيكون في نقص ببعض الفيتامينات والمعادن، وبالتالي هيدي منا مرض. بمجرد ما نشخص هيدا الشيء نقدر نساعد، لأنه منا مرض، هيدا اضطراب. يرجع موضة الفيتامين سي، يلا الفيتامين سي بيوقف، الفيتامين سي بيوقينا من الأمراض. الفيتامين سي، فيتامين سي كترته إذا ما كان طبيعي، إذا كان مركب من السكر، هيدي شغلة كتير مهمة، بيركبوه من السكر أو بيعمل كالسيوم أوكسالات بحص بالكليوي، هذه شغلة كتير مزعجة. ثانياً الفيتامين سي كترته بشيل المعادن من الجسم، يعني بيكون بدل ما يفيدنا بالعكس عم بيأذينا. مشان هيك ما نتاخد بالإشياء المكتوبة على الإنترنت بالسوشيال ميديا، لأنه الكتبة يمكن شنصت معه شفة من شيء معين، بس مش الكل بتصير معه بهالطريقة. مش بس نوعية المتمم الغذائي، الكمية لأي شخص في ياخدها مقارنة مع الدواء اللي عم ياخده، هيدي كتير مهمة. يلي بيلعبها دور الطب المكمل انه ينسق بين الطبيب والأدوية اللي عم يوصفها وشو يعطي تيطلع المريض من هالحالة اما من هالمرض بطريقة احسن. احنا ما عم نقول انه الأدوية ما بتسوى، ولكن سوء استعمال الأدوية وطول استعمال الأدوية من قبل المريض بحد ذاته ظنن به إنه هو عم بفيد حاله، هون الضرر. ملفت، يعني الكل يتحدث عن إنه الأساس هو للطب الحديث والتقليدي، والطب البديل أو المكمل هو يكمل يعني العلاج. أستاذ خالد، بدي أسألك، هل مر الطب البديل أو التكميلي بمراحل علمية ومعرفية مثبتة؟ طبعا أكيد مر، لأنه هلا مثل ما قلت لك أو مثل ما خبرتك أنه هلا بأوروبا رجعوا للطب القديم او الطب الاعشاب. هلا سمعت انا هذا التقرير، انا مع هذا الكلام. يقول في كلمه مشهوره لابو الطب أبقراط الطبيب اليوناني المعروف، الاكثار من المفيد ضار. انا مع هذا الكلام اكيد. نحن اليوم ما فينا اليوم ناخذ انه على اساس مفكرين انه نحن هذا الشيء بينفعنا وعلى طول لازم ناخذه بكثره. اي شيء حتى لو كان مفيد فهو ضار، انا مع هذا الكلام اكيد. ولكن للاسف انه من تقريبا من 100 سنه او 150 سنه اللي تعاملوا بالطب البديل كانوا شوي، او اللي اشتغلوا بالطب البديل كانوا شوي من وجهه نظري، وانا اسف لهذا التعبير مسبقا، كانوا شوي عشوائيين. العشوائيه بالطب ما بتصير، لانه هاي في صحه بني ادم. مين كانوا الحلاقين ببلادنا؟ عدد من الحلاقين كانوا وغيرهم اللي كانوا يشتغلوا بهاي الشغله، ولكن ما كان فيها عشوائيه. انا اليوم
الطب البديل كثير العالم ماخذي عنه فكرة أنه موضوع زهرات وموضوع أعشاب وبنغليها أو بنعملها مثل بشكل لزقات أو لبخات أو لا لا، مو هذا أبدا. الطب البديل، الطب البديل هو صيغة دوائية مؤلفة من عدد كبير من المستخلصات الزيتية أو النباتات، بيتم تحضيرها بشكل مهني وعلمي قادرة على أنه تعطينا شيء كثير مهم. الدليل اللي بأكده على هذا، أنا عالجت كثير من الحالات الصدفية اللي عجز الطب التقليدي عن علاجها. هلأ أنا برجع بأكد مشان ما حدا يفهمني غلط أبداً. كيف عالجت أستاذ خالد؟ أنا تعالجت من عن طريق الشيء اسمه تنظيمي داخلي، اللي هو قلت لك أنا برجع عندي بحث طويل على موضوع بلقاءات تاني ممكن قدم لكم إياه، هو تنظيم إعادة تنظيم عمل الغدد المعروفة، غدد الموجودة بالجسم بحدود 30 المعروفة. هاي طب ما عنده على مثل نعم على مثل ما حكوا انه احيانا من الارهاق من التعب من الحالات النفسيه بترجع لحاله شوي غير طبيعيه بفرزه مباشره. نحن صار في مشاكل هرمونيه، هاي المشاكل الهرمونيه فورا بتسبب لنا بعض من الامراض. اعاده تهيئه هاي نعم. الغدد، وانا جاهز اني اقدم امثله. انا اكيد نعم انا اكيد وبدنا تماما وبدنا نستمع كمان لسيده وفاء كان عندها تجربه شخصيه انه تعالجت. بس انا سؤالي لك استاذ خالد، يعني قبل ان نستمع لتجربه السيده وفاء، هو انه احيانا بتكون يعني النتائج سلبيه، يعني احيانا في كثير بيلجأوا للطب البديل وبتجي النتائج عليهم بشكل سلبي. مين بيمارس الطب البديل؟ الناس كيف بدها تفرق بين اللي عم يحكي اي كلام واللي عم يحكي اشياء مثبته علميه؟ صحيح انا معك بهذا الكلام، ولكن انا بوافقك الراي، احيانا بيكون في نتائج سلبيه، ولكن اكثر شيء ممكن يعمله الطب البديل او الزيوت هي او الاعشاب هي، اكثر شيء ممكن تعمل حاله استفراغ، حاله اسهال، اكثر شيء ممكن تعمله. ولكن الادويه الكيماويه ممكن تعمل اكثر من هيك، ممكن تعمل تشمع كبدي، ممكن تضرب الكليتين، ممكن يصير في عندي مشاكل بالقلب. انا ما عم بقول انه هذا الطب البديل او هاي الاعشاب فورا ناخذها. في شيء اسمه اختي الكريمه، في شيء اسمه حتى باوروبا فيك تسالي، في شيء اسمه تجريبي. يعني اليوم نحن فينا ناخذ اي عقار تجريبي لمده 48 ساعه، لقينا هذا الجسم تجاوب معه وما صار اي مشاكل مع هذا المريض فممكن نكفي، اذا صار في اي مشاكل فممكن نوقف. لا يعني اليوم بس انا عم بحكي عن الرقابة يعني بتكون عند الشخص ذات نفسه، هو بيجرب اذا ما أكيد. اخذ نتيجه هو بيوقف، ولا في رقابه لا. من الحكومات على مين بيشتغل هاي الشغله؟ انا بشتغل بغير طريقه. انا على فكره انا بعطي الدواء المستخلصات هي اللي قلت لك عنها، وفي شيء اسمه مسميه اكسير الحياه، وفي شيء اسمه سحر الشرق، غير البلسم، غير بعطي الدواء. وانا كثير باكد على المريض انه خلال هال 24 ساعه لحد 48 ساعه بنضل على تواصل كامل من خلال اخذك لهذا الدواء، مع علمي انه هذا الدواء اكيد نقي واكيد ما في ما بيعمل. ولكن دائما لازم اللي بده يدخل بهذا المجال بده يكون جدا حريص على حياه الاخرين. نعم، لانه هي مسؤوليه اكيد. أستاذة وفاء، يعني أكيد عندك تعليق حول ما ناقشناه، وبدي استمع لتجربتك الشخصية. عادة لما الشخص عم بيحكي، إذا بدنا نحكي عن النتائج السلبية اللي بياخذها، لما بيتوجه الشخص إلى الطبيب اللي يعتبر نفسه طبيب معالج، طبيب بديل، طبيب تكميلي، إذا ما توجه مثل ما قلنا مسبقا عند الطبيب الفعلي لحتى يعمل له التشخيص الصح والصحيح والمناسب بالمختبرات، فبيكون التشخيص أو التكميل بالعلاج عند الطب البديل أو عند الطب التكميلي أحيانا خاطئ. لذلك بنشدد على أهمية أنه ما يجي لعنا الشخص نحن وقلنا أنا بطني بتوجعني أو أنا راسي بيوجعني، لأنه قد يكون وجع الراس سببه، إذا بيعتبر هو مثلا راسه عم بيوجع بيعطيه العطار أي شيء، قد يكون فقر دم، قد يكون ضغط عالي، قد يكون سكر، قد يكون تسمم. نرجع على قصة التشخيص، فبدنا نرجع نحن دائما للتشخيص الصحيح قبل ما نفوت بأي علاج. ودائما نحن نطلب من الأشخاص أنهم يروحوا عند الطبيب قبل التوجه لعنا. تجربتي أنا فت بالطب البديل بسنة 2000
1999 صار عندي أنا شخصياً سرطان بالمعدة متقدم، كان اسمه T3 adenocarcinoma. بهداك الوقت أنا ما كنت بعرف اللي بعرفه هلأ، يعني أنا فتت، أنا كنت أشتغل بالمصرف بالبورصة وتوجهت دغري بعد عمليتي للطب البديل. بهداك الوقت معظم الأطباء قالوا أنه نسبة الشفاء منه 25% وإذا كان حظي حلو 50%. بلشت أنا لوحدي أعمل هذه الدراسات عن الشفاء من السرطان بالطرق الطبيعية، وعملت أنا غذاء لحالي متكامل، صرت أنا أنظف جسمي بهذه الطريقة لأنه سرطان المعدة ما حدا إجا دخل لي. أكيد هلأ في العامل الوراثي، في عامل الضغط النفسي، في عامل التلوث، في 100 عامل، ولكن هذا الجسم مثل ما لوثناه يمكن نقدر ننظفه. أنا هيدا كانت القناعة، والحالة النفسية كمان تلعب دور كبير بهذا الموضوع. فعملت الفحوصات الصحيحة، عملت أكل صحيح لمدة 8 شهور. زغر السرطان المتقدم اللي هو T3 adenocarcinoma صار كتير localized، صار كتير محصور بس بالمعدة، يعني بهذه المرحلة بيكون ممتد لأكثر من المعدة، لجدار المعدة، للكبد، للقولون. بهذه الفترة أنا عملت عملية، استأصلت ما تبقى من السرطان. يعني أنا عملت الاثنين، عملت الطب العادي يعني لا غنى عن لا غنى، أكيد لا غنى، يعني نحن ما فينا ننكر هذا، إنكار للذات إذا بننكر أنه نحن بنستغني عن الطبيب. عملت هذا وما أخذت كيموثيرابي ولا أخذت راديوثيرابي، ما عملت شيء ولا أي علاج من هذا النوع. كملت 5 سنين وراها طويلة بس أكل أكل صح، مأكولات خضراء، مأكولات نيء، نظام غذائي نيء، كلوروفيل، كلوريلا، خلي دمي ألكالان قلوي مش أسيدك. والحمد لله هذه القصة من سنة 1999، إحنا هلأ تقريبا 20 سنة. وتعمقتي بال وبلشت أدرس وتسجلت وعملتي. أنا بدي أسألك على المراحل، يعني هو نفس السؤال اللي وجهته، الرقابة من مين بتكون؟ كيف بتمارسوا يعني الطب البديل؟ كيف في الأشخاص يلجأوا لعندكم؟ في عيادات؟ في بتشرحي لنا شوي. شوفي، هي الرقابه بتكون ذاتيه عند الطبيب المعالج اكثر، لانه احنا ما فينا نشتغل بدون شغل مع حكيم، يعني لازم يكون معنا طبيب، لانه بالشرق الاوسط للاسف الطب البديل مش معترف فيه. بينما مثل ما تفضل الدكتور بالمانيا هلا في معاهد بتدرسوا، مثلا بسويسرا في معهد انا رحت عليه اسمه باراسيلسس كلينيك، هذا بس للطب البديل، اهم اطباء سويسرا. في باسبانيا نفس الشيء، مركز بادويك سنتر نفس القصه، في رقابه. وفي بامريكا مركز كبير باسم أبقراط هيبوكريتس هيلث انستيتيوت، انا عملت فيه دوره كمان هونيك. بلشت الحكومات تعترف فيه لانه الناس هونيك عندها خيار صحي والتامينات بتدفعه. هلا كمان بنحكي شوي عن اشكاليه ليش الناس ما بتفوت فيه. خلينا نحكي عن اكثر من اشكاليه واكثر من اسلوب يعني اللي ممارسته ايضا للناس يلجأوا له، ولكن مشاهدينا بعد الفاصل. الرحلة في عالم الطب البديل والطب التكميلي مستمرة مشاهدينا. أستاذة وفاء، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الغرب والعالم العربي فيما يخص يعني الطب البديل ممارسته من قبل يعني من قبل حضراتكم يعني، وأيضا اللي بتشتغلوا في الطب البديل، وأيضا لجوء الناس إليه. ربما تكملين يعني الفكرة. بالنسبة للطب البديل بأوروبا مثلا أو بأمريكا، في شركات التأمين قد تغطي جزء كبير من تكاليفه لأنه مكلف. هو منه بدك تقولي أنه زاح عن خط أنه هو طب العطارين وطب الأعشاب، صار طب واسع، طب متكامل. مكلف لأنه ليش مكلف؟ لأنه في متممات غذائية بطلت عم تحكي مثل ما تفضل الدكتور عم نغلي زهورات وبابونج، لا، صرنا عم نفوت بمتممات غذائية كاملة اللي هي فيها الأمينو أسيدز، فيها الفيتامينات، فيها المعادن، فيها الأكل. هو الأدوية اللي بتعتمد فيه عبارة عن أكل مش موجود على الطاولة، ولكن هذا الأكل اللي مش موجود على الطاولة لازم ناخده بكميات كبيرة وهائلة، لذلك يصنع منه أدوية بشكل أنه صارت مكثفة. نقدر ناخد حبة بمقدار 1000 ملغرام و2000 ملغرام و3000 ملغرام،
إضافة إلى ذلك كالفيتامينات، كالفيتامينات والمكملات الغذائية والأعشاب وكله، لأنه الناس مش كلها حتروح يعني تأخذ الأشياء بديهيا من عندها قبل ما يكون رايحة عند شخص عارف أهمية كل متمم غذائي لأي عضو من أعضاء الجسم بيشتغل على أي فترة بده ياخده على أي مرحلة. طب هلا خلينا نحكي عن الأساليب وطرق ومراحل العلاج، لكن كيف بتمارسوا؟ يعني أنت مع طبيب بالشرق الأوسط؟ طبعا لازم يكون، لازم إيه أكيد نعم. لازم في العالم العربي، يعني بالعالم العربي، بالعالم طيب. العربي لازم يكون مع طبيب. فيك تعددي لنا أبرز أنواع الطب البديل؟ يعني نحن عم نحكي إبر صينية، عم نحكي غذاء متكامل، شو بالضبط؟ لأنه في أكثر يعني من فكرة عند المشاهدين. نعم، هو التغذية، الطب الغذائي، الطب التغذية. يعني نحن مثلا بنقول نحن نعمل علاج بالتغذية اليوم، بس إنه ننظف الأكل بنعمل ديتوكس، هذا واحد منهم. عندك الأكيوبريشر اللي هو الضغط بالأصابع، عندك الأكيوبانكشر اللي هو الوخز بالإبر، عندك المديتيشن اللي هو تأمل، عندك اليوغا، عندك التنفس، بيندرج تحت منه اشياء كثيره. عندك العلاج بالطاقه، عندك الريكي، عندك العلاج بالالوان، هذا كله يعد طب طبعا مكمل. ولكن لا يمارس واحد لوحده. يعني مثلا اذا انا بدي اعالج حدا او بدي اروح عند حدا يعالجني، اذا قال لي انا بدي اعالجك بس بالطاقه، الطاقه وحدها لا تكفي اذا انا ما اخذت المكملات الغذائيه واكلت الاكل الصحيح. يعني انا قد اروح لعندك تعملي لي علاج بالطاقه وارجع اروح ما اخلي شيء سكر ما اكله، ما اخلي شيء صودا ما اشربه، ما اخلي شيء مشاوي على الفحم، تكاملي يعني. نعم صحيح، فما نفعتني الطاقه. فهو بيجي دائره، هذه الدائره المتكامله لازم الانسان يتبعها. اذا انا بدي اتعالج بالطب البديل واستغني عن الطب التقليدي او الطب العادي، فلازم يكون عندي awareness، يكون عندي وعي على كيفيه تطبيقه على نفسي والابتعاد عن الاشياء المسببه للامراض. اذا انا ما بدي ادخل بالمواد الكيميائيه التي قد تؤدي الى اثار جانبيه واعراض جانبيه. في كثير ناس عم تشفى بهذه الطريقه، ولكن بالطب البديل الالتزام جدا ضروري، بينما بالطب العادي او بالطب التكميلي مثلا على سبيل المثال للحصر، إذا شخص مثلا بطنه كتير عم توجعه وما التزم بالأكل وصار عنده قرحة، بيعملوا له عملية فيستأصل. أي مرض مثلا بالطب العادي قد يستأصل، ولكن بالطب البديل ما فيك، نحن منا جراحين ولا نستطيع أن نحل محل الطب العادي بهذه العملية. لذلك الانتباه للأكل والمتممات الغذائية والنظام الغذائي، عملية النوم، عملية التنفس، هذه كلها شغلات كتير مهمة. فالطب البديل دائرة واسعة بده الإنسان يهتم فيها من ألف إلى الياء لحتى يأخذ النتيجة المطلوبة، وإلا أنه أنا بدي أروح لعند حدا يعطيني اليوم متمم غذائي مثل ما تفضل بالتقرير، اخذت انا فيتامين سي ومشي حالي، ما بيمشي حالي بفيتامين سي لحاله، لانه انا جسمي مش بس ناقصه الفيتامين سي، جسمي ناقصه لكل اعضاء جسمي. وهون بدي اشير لنقطه انه الطب البديل لا ينظر الى الجسم كمعده او ككبد، ينظر الى الجسم ككل. فبيتعامل مع الجسم ككل بتنظيف الجسم ككل، بالتنظيف الدم ككل، وهيك بنشتغل على الجسم كاملا متكاملا. أستاذ خالد، يعني تكلمت السيدة وفاء عن الجسد أو الجسم يعني والطب البديل، واضح جدا أنه يعني مراحل العلاج تعتمد بشكل أساسي على الالتزام. أنا بدي أسألك عن الجانب النفسي، المستوى النفسي يعني في الطب البديل. هلا احيانا بصراحه رح اكون كثير صريح، انه احيانا عم بيكون في ياس عند المريض بكثير من القضايا. هلا انا برجع بوافق وباكد وبشد على ايدها لاخت وفاء انه هذا الكلام اكيد صحيح، ونحن بنعتمد على التشخيص دائما الاطباء والاجهزه والتصوير والتحاليل. ولكن احيانا في مشكله عند المريض حتى بعالمنا العربي. هون في عندنا مشكله انه اليوم اي حتى لو راح على الطب التقليدي او على الطب البديل، اليوم ما عنده شيء اسمه درجات بالتحسن. اليوم عم ياخذ هذا العقار يفترض هو بعد 20 يوم او شهر زمان يفترض هو يتعالج. لا، هلا برا بيختلف التقييم بالدرجات، تقديم اي مرض مستعصي او غير مستعصي، ولو قدمنا 1% فهو هذا شيء ممتاز، وهذا انجاز وانجاز ضخم جدا. يعني فعندنا نحن مشكله متابعه الادويه بطريقه المتابعه بالضبط حتى على بالساعات. يعني فهلا انا بدي اضيف شغله على
ما حكينا فيه. هلا في تقسيم دائما للأمراض حسب المناطق الجغرافية. أنا رح أضيف شغلة إنه هلا بالمناطق الساحلية مثلا اللي بيعتمدوا أكلهم على الأسماك والمنتجات البحرية فهي معروفة إنه فيها يود بشكل كافي، فما بتلاقي عندهم أمراض الغدة أو قليلة قليلة جدا أمراض الغدة. بينما مثلا المناطق الجغرافية الجبلية بتلاقي عندهم أمراض الغدة بشكل كبير جدا، باختلاف مثلا السواحل على الرطوبة أو هذا بتلاقي مثلا عنده مشاكل عصبية أو مفصلية. فدائما في تقسيم جغرافي للأمراض. هلا أنا من فترة وإن شاء الله وقتكم يسمح بأن نستضيف حتى مريضين أو ثلاثة من مرض البروسيلا، حمى البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة كان في إنجاز على هذا المرض. برجع بأكد أنه أنا بلشت عالج المريض كان مشخص ويعني من قبل الأطباء وعم يتعالج، ولكن بطريقة المسكنات ما في علاج. يعني حتى الأطباء عم بيخبروا أنه أنت بدك تعيش كل عمرك على المسكنات لا أكثر ولا أقل. هلا نحن اليوم تقريبا بحدود 5 شهور أو 6 شهور ولا أي حبة مسكن وزالت الأعراض بشكل نهائي. هلا رح انتظر أنه نعمل تحاليل ونتأكد بالطب الحديث وبالطب التقليدي ليأكد لنا نتيجة هذا العمل أو نتيجة هذا الشيء. إن شاء الله الشفاء لكل المرضى يا رب يعني، وأكيد إن شاء الله بالحلقات المقبلة بيكون لنا يعني حديث مع المرضى اللي عالجتهم. أنا بدي استمع، يعني أشرت لنقطة مهمة جدا أستاذ خالد، الثقافة المجتمعية. كيف تتقبل أو هل تتقبل مجتمعاتنا العربية الطب البديل كما يجب؟ لا أكيد لحد الآن لا. نحن دائما يعني بصراحة مربوطين بالغرب، فمنشوف دائما الغرب كيف بيتعالج أو كيف بيفكر، فنحن فورا منروح للغرب. في عنا ثقافة الصيدلية، في عنا ثقافة حبة الدواء، وبلقوها أسهل. هو التعامل مع حبة الدواء أسهل فعلا، حبة الدواء وبيشرب كاسة مي وخالصين. بالنسبة للطب البديل لا، في شوية متابعة أكثر من الـ من الـ بعدين أنا رح أحكي شغلة كتير مهمة، وما بدي ينفهم كلامي على أساس أنه عم هاجم الطب التقليدي أو الطب الحديث، لا أنا كلي معه. يعني بالنسبة للأعمال الجراحية، هلا خلينا ناخذها وحده وحده. تم تشخيص المرض، طبعا اي عمليه جراحيه، انا ما عم مخصص شو هو المرض او شو هي العمليه الجراحيه. تم تشخيص المرض وعلى اي على هذا الاساس اتفق على اجراء عمل جراحي. هلا بده يمر بعده مخاطر هذا المريض. هو مخاطر التخدير، ها اولا. المخاطر الثانيه هي مخاطر مجرد من فتح الجسم، ففي شرايين رفيعه جدا من المعروفه تحت الأدمة أو بالأدمة الدموية لا يمكن إرجاعها كما كانت. المخاطر اللي ما بعد العملية اللي هو التعقيم أو غيره أو غيراته أو أخذه للمضادات الحيوية بشكل كبير. هلا أنا مع العمليات الجراحية، ولكن برجع بأكد إذا فينا نتجنبها عنا أو فينا نتجنبها فبكون كثير شيء ممتاز. نعم. يعني أنا في عندي حالة مفصلية كانت جدا معقدة، فعلاج 4 شهور. اليوم هاي المرأة بصحة مليحة، كان عندها مشكلة أربطة. يبدو طيب يعني يبدو أستاذ خالد أنه الطب البديل يعني كيف بدي أقول لك أنه دواء لكل الأمراض، يعني عم نحكي ما تركنا مرض تقريبا، يعني إن شاء الله كلهم بيختفوا يا رب يعني، بس يبدو أنه هو دواء لأكثر من مرض مستعصي. مشاهدينا نتوقف مع تقرير آخر هذه المرة من مصر ونعود. الأعشاب أكتر من 3000 صنف وكلهم مهمين، وأصل مفيش حاجة اسمها عشب يعالج مرض، دي مفروض إنها بتبقى خلط مع تركيب. يعني واحد عنده حصوة، واحد عنده التهابات في الكلى، واحد عنده أملاح، واحد عنده كوليسترول، واحد عنده ترايجليسرايد، كل حاجة لها علاجها. أنا لا بكشف ولا أقدر أشخص،
المريض بيجي بناء على تشخيصه من الطب، لابد ان يكون تشخيص طبيب او يكون معاه تحاليل. اهم الحاجات في العلاج البديل او العلاج اللي هو بالاعشاب ان هو امان في حته ان مفيش اعراض جانبيه. يعني دايما الناس كلها بتخاف من الادويه اللي هي فيها مواد كيماويه، ان هي دايما كله بيقول لك اول حاجه دايما الناس بتيجي تسال عليها في اعراض جانبيه ايه. في ادويه المواد الفعاله اللي جواها كلها حاجات طبيعيه. الناس اللي بتلجأ لمثلا مهدئات منوميات حاجات زي كده، لا ده انا دايما اجري على الحاجه اللي فيها اعشاب طبيعيه او فيها مواد كلها حاجات ناتشرال، خصوصا الحاجات اللي فيها كيميكالز كلها او مواد كيماويه كلها بتشتغل منتلي على المخ، وده طبعا مش صح. احنا واخدين يعني صيت جامد في علاج البهاء اللي هو نقص الماده الملونه اللي موجوده في الجلد، ودي على مستوى العالم، مش هقول على مستوى مصر او الشرق الاوسط بس، على جميع الدول العربيه والاوروبيه، وكذلك للتخسيس. كل مرض ليه علاج، وده شيء موجود في قلب الكتب، واحنا رصدنا على اساس ان احنا نمشي على حسب الطب الصح. ما هو ده الطب البديل، انه لازم اكون ماشي صح. أستاذة وفاء، يعني مثل ما قال أستاذ خالد أنه موجود من زمان، من مئات وألاف السنين. يعني الطب الصيني هو أقدم ما في الطب البديل. صحيح. نعم هو أقدم العلاجات وعمره فوق 5000 سنة تقريبا، كمان مثل ايام الفراعنه. طب هو بيختلف الطب البديل من بلد لاخر؟ نحن في العالم العربي فينا نحكي عن الاختلافات الموجوده بالمشرق والمغرب العربي، في مصر كيف؟ طبعا الطب العربي تقريبا بالدول العربيه يشبه بعضه. الطب العربي ام الطب البديل؟ بالدول العربيه الطب البديل اسمه الطب العربي. بالطب بالدول العربيه، بالصين اسمه الطب الصيني. بامريكا اسمه الطب البديل alternative medicine او complementary medicine، الطب التكاملي. يختلف باختلاف الاشياء الموجوده بطبيعتنا ببيئتنا، لانه نحن ناكل مما يلينا. نحن بناكل من حوالينا، شو في حوالينا. هن بيعالجوا، كل انسان او كل بلد بتعالج بالاشياء اللي بتنبت بارضها كطب تابع للبلد يلي نحن عايشين فيها. هلا لما بلشنا نستورد وبلشنا نتوسع بفكره الطب البديل والطب التقليدي والطب التكاملي الى ما هنالك، صرنا نجيب الاشياء التي لا تنبت بارضنا والتي لا نصنعها نحن، واللي بدها خبرات اكثر لحتى تكون موزونه ومتكامله ومتكافئه، وصرنا نستعمل المتممات الغذائيه من جميع انحاء العالم. بينما اذا بدنا نفصلهم لكل بلد، مثلا وخز الابر والطب المساجات هو طب صيني. والعلاجات مثلا بالنظر وبالاكل بالميكروبيوتيك هو طب ياباني. العلاج طب نحن كيف ساهمنا كعرب في الطب البديل عالميا؟ نحن للاسف هو ابتدا من عندنا بس ما استعملناه، خلينا غيرنا يستعملوا، ورجعنا نحن صرنا نطبق ما اعطيناهم. يعني هو من ايام ابو قراط ابن سينا والاطباء القدماء المعروفين، طب الائمه، الطب النبوي الشريف، كان في عندنا كثير من 1400 سنه عندنا، ولكن نحن ما استعملناهم، استعملناهم بطريقه الاعشاب فقط. يعني ما استعملنا، ما طورنا هالشيء، لذلك ما في عنا دراسات، ما في عنا مؤسسات ترعى هيدي الممارسات الطبية إذا بدك تقولي. هذا اللي بدي أوصل له، ما عنا مؤسسات ترعى يعني الممارسات الطبية إيجابي، يعني إيجابا وسلبا. أو سلبا. نعم. سلبا في كتير يعني مشعوذين فيني سميهم بيلجأوا للأعشاب للخلطات بتكون مؤذية على. هو الطب البديل أو الطب التكاملي باب واسع للنصب، بس تفتحيه ما بتقعد تعرفي كيف يتسكر، لأنه بيصير اللي بيعرف واللي ما بيعرف بيصير يحاول يمارسه. لازم يكون الشخص كفؤ لحتى أنه يقدر، يعني عنده دراسات وعنده تجارب وعنده هو، لأنه هذا الطب يعتمد أكثر على التجارب، على تجارب أشخاص وتجارب عمرها مئات السنين وآلاف السنين، دراسات شوي خجولة زي ما بدك تقولي عن الحالات اللي شفيت، لأنه نحن ما في عنا دوائر توثق هذه الحالات، والأشخاص اللي بيشفوا عنا بيخجلوا أنه يطلعوا على الإعلام لحتى يقول والله أنا شفيت، لأنه نحن نخجل من المرض،
مشان هيك ما بنقول يعني لا نستحي من نروح عند الحكيم ونحط كل اللي فوقنا وتحتنا عند الدكتور، ولكن نخجل نطلع على التلفزيون او على الاعلام لحتى نوثق انه احنا شفينا بهالشيء. هذا دعم لهيدي المسيره الطويله اللي بلشت فعلا عمرها الاف السنين ولكن ما استفدنا منها للاسف. لذلك نحن بنطلب يا ريت نحن بيصير في عنا بالشرق الاوسط مؤسسات تدعم، مع انه عم يكثروا هلا خاصه عنا نحن بلبنان بالدول العربيه اللي حوالينا موثوقه، كلها موثوقه وعم كمان الناس صارت عم تعرف، يعني الناس صارت عم تدرس والناس صارت عم تقرا والناس صارت عم تفهم وعم تشوف اهميه انه فعلا في ناس كثير بتشفى من امراض مثل ما تفضل الدكتور خالد، قد تكون بحاجه احيانا الى عمليه، ومن اهمها عمليات القلب او عمليات السرطان. يعني طيب. هلا رح نحكي شو الناس لازم تاكل لتتجنب هدول الاشياء، لانه مثل ما قلنا ممارسات حياتيه وممارسات علاجيه. لكن قبل ذلك استاذ خالد، موقف وزارات الصحه في العالم العربي من الطب البديل وايضا موقف منظمه الصحه العالميه. هلا بالنسبه لموقف الصحه العالميه هو معروفه، ومنفتحين دائما على اي تجربه شو ما كانت. انا راح اعطيك مثال، انا بفتره من الفترات انطلب مني لشخص صديق علاج قطره عينيه، ففعلا انا بعثت له اياها مع صديق ثاني اخذوها. الشغله الوحيده اللي كثير حلوه بالغرب انه استقبلوا هاي القطره وعملوا فيها تحليل، عملوا لها تحليل واحد فقط انه هل هذا المنتج في سميه او في شيء يضر العين، طلع ما عندهم هذا الحكي فاستخدموها ولقينا نتيجه. هلا وزارات الصحه بالدول العربيه عندهم مشكله، رفض دائما للجديد. هو ما هو جديد، اكيد ما هو جديد، هو طب قديم معروف حتى من وقت وجد، ما فينا نحدد توقيت بالضبط، من وقت وجد الانسان على الارض هي حصيله تجارب. معلش انا راح اذكر يمكن مثال شوي بعيد بس وبعتذر منكم من الاخوه المشاهدين. هلا بالنسبه مثلا الخيول، هلا الخيول بالمحميات او بالطبيعه او بالهذا، اذا كان في عنده مشكله الكوليك اللي هي المغص، انا بفضل انه ينترك هذا الحصان، هو بيقدر يحدد العشبه اللي بتفيده لهي المرض. فيعني نحن عندنا رفض دائما لاي، لازم دائما نستورد الخبرات من برا، لازم دائما. انا ما بقول انه نحن ما بحاجه دراسات، ما بحاجه تواصل مع الخارج مع الغرب، اكيد لا، انا نحن انه هن تقدموا علينا بفتره كبيره بفتره طويله، ولكن بعض القضايا عندنا اياها ممتازه ممكن نتشارك، ممكن احيانا نكون بدها تعديل حتى، مو شرط نكون نحن واصلين ل ل ل لحاله كثير منيحه او ممتازه بالعلاجات. يعني انا في عندي مريضه مهندسه، معلش انا معذره من الجميع، اجت لعندي قالت لي انا عندي اختي والدتي توفت بالسرطان واختي شالوا لها ثدي، وانا بصراحه انا طلع لي كتله، ما عاد عندي ثقه بالطب التقليدي، ما بدي ياخذوا لي خزعه. هلا انا قلت لها لا ما بصير، لازم تاكدي شو هو المرض لانه شو هي الكتله هاي. قالت لي ما بدي اروح، مصره ما اروح لانه شفت اللي صار في عنا مشكله احيانا بالتقييم. عندنا مشكله بالتقييم سيدتي الكريمه. تفضل. هاي هلا هذا الحكي اكيد ما جايبه من عندي، جبته من احد الاطباء المشهورين بالاورام. عم يحكي الطبيب، سؤالي له انه دكتور لو سمحت، وجود المرض، تشخيصه، اخذ خزعه، استئصال جراحي ان اذا امكن، جرعات كيماويه، اشعه او اشعه بعدين جرعات كيماويه، ما بعرف هي شغله بتخصهم. شو في بعد؟ قال لي ما في شيء بعد، بس انا بخبرك شغله، اذا كان منطقه الجراحه ما أخذت المنطقة ككل، إذا بضل واحد ميكروم خارج منطقة الجراحة كأنه ما عملنا شيء. فلذلك نحن دائما مثل ما ذكر أحد أنه يفترض نحن نقوي الجهاز المناعي،
لأنه الورم السرطاني أو الموجود على شو بده، كيف بده يتنبه، كيف بده يكبر؟ بده يكبر على ضعف الخلايا اللي بجنبه، بس تضعف الخلايا اللي بجنبه بتصرف من مضمونه، صار ممكن إنه يتنبه، ممكن إنه يقاتل لا يوصل طيب. أو لا يمتد داخل جسم الإنسان. دعنا نستمع لسيدة وفاء، كيف نقوي جهاز المناعة لا سيما الآن يعني نحن في الشهر الفضيل شهر رمضان، كيف ماذا نأكل وكيف نأكل يعني وبشكل عام بالسنة يعني مش أكيد. بس هلأ بدنا نبدأ نحن ناكل. نحن بالشرق الأوسط عندنا مشكلة إنه الأكل ناكله غلط، يعني نبدأ بالأكل بكميات كبيرة ونختمه بالحلو، نختمه بالعصير والماء والسكر وما إلى ذلك. أولا لحتى ناكل صح بدنا نمتنع عن كل السكاك لنقوي جهاز المناعة، بدنا ننظف جسمنا لحتى يقوي جهاز المناعة، حتى جهاز المناعة يكون مستعد لما بيصير في عنا أي خمول أو أي خلايا ضعيفة مثل ما تفضل الدكتور، يكون مستعد للمقاومة. أهم شيء نوقفه اللي هو السكاكر وكل شيء يحتوي على السكاكر، السكر، أي شيء يحتوي على السكر، السكر، لأنه نحن بكل شيء بناكله عادة بالطبيعة موجود سكر، ولكن احنا تعودنا على السكر المصنع اللي صار بيعطينا هذه الطعم الحلو اللي خربت خلايا التذوق عندنا بالجسم، وكل ما اكلنا اكثر سكر كل ما صار بدنا بعد اكثر. بشكل عام يعني هي للاناث والنساء السكر مؤذي للبشره، على البشره مؤذي كثير السكر، بيزيد تجاعيد، بيبكر الشيخوخه، شيخوخه الخلايا. نحن مبدئيا نحن نذهب الى المرض تدريجيا بشيخوخه الخلايا، وبنموت بعدين لما بتصير خلايانا كلها شاخت وكبرت وتلفت، ولكن نحن نساهم إلى حد كبير بشيخوخة الخلايا من الصغر لما بلش ناكل السكاكر. يعني استبدلوا السكر بالعسل بالشاي، يعني حتى إذا بنقدر كمان ننظف خلايا التذوق إنه ما بدنا شيء حلو، لأنه نحن بتاخد معها هالقد لازم نستغنى. ختاما سيدة وفاء، ختاما كلمة الأخيرة، نحن بنتمنى على كل الناس أنه يتبعوا النصائح الغذائية الصحيحة، يعني كلوا من حواليكم، ناكل الخضار كتير، نشرب الماء بكثرة، الماء قبل الأكل مش بعد الأكل، الخضار قبل الأكل، ويكون أكلنا 80% خضار نيئة و 20% أكل مطبوخ، هذه لحتى نساعدهم بشهر رمضان للوقاية من الأمراض. أستاذ خالد الكلمة الأخيرة لك، تفضل. أنا بوافق 100% على هذا الكلام أكيد، لأنه التغذية لازم تكون صحيحة 100%، ولازم ننتبه فعلا على حتى الأوقات الأكل وعلى نوعية الأكل. هلأ فعلا مشكلة فعلا هي شو هو الغذاء اللي عم نتناوله، فلذلك أنا كثير بأكد على هذا الموضوع لندعم الجهاز المناعي، نتوقف عن تناول السكريات المشغولة، ممكن ناخذها من خلال الفواكه، وممكن ناخذ بروتين من خلال البقول، او لو ممكن ناخذه من اللحم الحمراء اللي ما فيها شيء، ولكن دائما الوسطيه باخذ اي شيء، ما نوصل لمرحله التخمه او الاشباع او الادمان، غير هيك انه ما نعم يعني هاي شغله، هذا الجسم. طيب انا بدي اسال، لو طولت عليك شوي انا اسف بعتذر منك، هل البنكرياس ليفرز؟ طيب بيفرز كمية، بس طيب إذا كانت كميات مهولة وكبيرة ما راح يقدر يوصل لفرز هاي الحموض إلى لحظة على أنه تطلع على الأمعاء، أقله في ممكن للامتصاص، جاهزة للامتصاص. شكرا. فنحن لازم ننتبه لنفسنا أكيد أكيد. وأنا تشرفت بحضوري معكم. شكرا. نحن اللي تشرفنا. شكرا لك أستاذ خالد أبو عسلي، كنت معنا من سوريا دمشق، وأيضا شكرا لك أستاذة وفاء زيات خشيش، أخصائية في الطب البديل. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الرحلة، كل عام وأنتم وبلادكم بألف خير لمناسبة حلول الشهر الفضيل علينا وعليكم. اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل في رحلة جديدة، ودائما عبر مترو